حي المقطع بقلب مدينة سيدي بالعباس، الوجهة المفضلة للعائلات منذ سنتين، وبالأخص بعد إعادة تهيئة مساحته وتزيين جوانبه، إذ يعرف هذا الحي حيوية ونشاطا كبيرين، وخص بأماكن لترفيه الأطفال الصغار في ظل حرص المسؤولين على ضمان الأمن لزوار المكان. جيت من قسنطينة وملي دارونا البلاصة هذه وحنا نجيو نستمتع بالمناظر الخلابة. جام بيان فينير ici parce que je m'amuse et j'aime bien les fontaines avec les lumières et pour moi c'est un très bel endroit et je remercie l'Ouali pour nous avoir fait. عجبتني المناظر الخلابة والضوء هذا والأشجار والنخيل. أنا جاي من وهران، أنا نشوفو بالعباس حوسو فوتو ان سيجور هنايا، راه كيما راك تشوف رانا جايبين لافاري فوتو وخاص حاجه مليحه داروا لنا هذه البلاصه، يجوا الناس كاع من كاع ولايات يحوسوا فيها، وفي بلعباس كاين هذه البلاصه اللي معروفه يقولوا لها لا ماكتا. من نهار داروا لنا هذه ولينا نروحوا ونخرجوا نتلاقوا هنا، نجيبوا الباص كانوا اطفال هكاك خاطر شي زعفانين هكا نجيبوهم هنايا يفرحوا ويلعبوا. بالموازاة مع تنشيط السياحة في حي المقطع، تحرك الفعل التجاري وأسهم في استحداث فرص عمل صيفية للشباب، حيث تعج محلات بيع المثلجات بمئات الزوار على مدار يوم كامل، مع امتداد سهراتهم الليلية إلى ساعات متأخرة. الكوميرس فيها التوريزم فيها لي فامي الله يبارك، ما فيها لا سيكوريتي لا بوليس رانا نشوفوها بارتو. ريحه بلاصه شابه يجوا لي فامي هنا وكاع يريحوا، ما كانش قاعد يرونجمو هنا، ما كان لا مشاكل ولا والو. راك في حالك راك تشوف كيما اللي خدمناها، راها زعما شويه راهم بزاف يجوا الشعب كيما مداري زعما يجوا ياكلوا، مش كيما كانت، ما كانش كيما الما زاد كيما نقولوا الما اللي داروه. كاين اللي يلقاها وجهه للتجاره للسياحه يجي يحوس يجي يسترزق يجي يدير بزاف صوالح. ماكتا بون عاودوا هنا ردوا هنا شابه، راها وجهه سياحيه دركا، راهم يجوا من كل لي فيلاج اللي حداها، وجهه ثانيه تجاريه. المساحه الخضراء والتاهيل الجديد لساحه المقطع اضفيا على مدينه سيدي بالعباس وجها جماليا، يجعل من الحفاظ عليها واجبا على ابناء الملقبة باريس الصغيرة للغرب الجزائري كمكسب سياحي نادر ومميز.